الأقسام هي أولاً وحدة الرصد والتقصي، أخذ بيانات كاملة عن المسافر، ومن ثم إلى وحدة الفحص حتى يكون الطبيب المختص بالكشف عليه، ومن ثم إلى وحدة سحب العينة، ومن ثم تحول العينة للمختبر. لا سمح الله في حالة اشتباه في أي عينة يتم أخذ عينة ثانية من المشتبه وتبعث العينة إلى تحليل البي سي آر في بنغازي. التحاليل هذه كانت تقوم بلجنة مكلفة من اللجنة الاستشارية العليا تقوم بالمرور على الفنادق، ووجدنا في هذا الموضوع مجهود وعدم ضبط جميع المسافرين. هذه الوحدة اللي فتحت ببداية المنفذ، أي مسافر يدخل يقوم المرور أولا على الوحدة الفحص أولا. أول شيء نحن كقسم مختبرات غالباً العينة اللي نشتغلوا عليها حالياً هي عينة الإديتا، بنسحبه في عينة الدم بواسطة تشوب الإديتا ونشتغلوا عليها عن طريق الرابيد تيست اللي هي الطريقة المعروفة، تأخذ 10 ميكرو من الويل بلاد وتضيف عليهم 3 دروب من البفر، طريقة سريعة لكن تحتاج إلى طريقة وقاية وسلامة وحرص شديد. طبعا فترة الانتظار للتأكد من النتيجة تحتاج إلى ما يقارب ال 15 دقيقة لتتأكد أنت من النتيجة قبل لا تعطي النتيجة النهائية. أكثر شيء واجه فينا هو أدوات السلامة والتجهيز الفني، كيف يحمي نفسه، في طريقة التخلص من العينة، وكيف يتعامل مع العينة حتى وإذا كانت يعني عينة سليمة. تعامل نحن بحرص شديد على أن جميع العينات حيكونن إيجابية بفضل الله سبحانه وتعالى. إلى الآن ما سجلناش أي حالة إيجابية.